منطقة الرغين ناقصين يعني طريق ونمشوا على حديد نجموا مثلا يعني يعاونونا في الطريق يربط بين الرغين ومنطقة عين غراب. طبعا ما تلقاش كاش تعدى معناها فهمتها، حتى الصغار باش يقروا في روضة ولا أن احنا نتعدوا احنا ما نجموش نتعدوا، ما عندناش ثنية أصلا. مسافة تربط حكاية 3 كيلومتر بين الدار والبلاصة. أطلب من السلطات نتاعنا باش يخدموا لنا الطريق نتاعنا، فيه عائلة قرب 400 واحد، ما عملوا كلام ذا واحد، ماذا بينا يجوا يصلحوا لنا الطريق ولا زفت. لا شكل طبعا ظلف أمطار مية يجري الكاس تحفر ولا وين.